مقتل قيادي وقاضي بارز في تنظيم القاعدة بغارة جوية أمريكية في مأرب. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كشفت وسائل إعلامية عن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة إثر غارة جوية أمريكية استهدفته في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. ونقلت وكالة روسية عن مصدر يمني مسؤول أن أحد كبار شرعيي القاعدة مرجعية قضائية تتولى إصدار أحكام شرعية للتنظيم قتل مع أحد مرافقيه إثر غارة شنتها طائرة من دون طيار أمريكية على منزل مستأجر حديثا في منطقة حصون الجلال بمديرية الوادي شرقي مدينة مأرب. وأضافت أن الغارة الجوية أسفرت أيضا عن إصابة مرافق آخر للقيادي في تنظيم القاعدة بجروح خطيرة. وكان مصدر في السلطة المحلية في محافظة مأرب أفاد حينها بمقتل عنصرين من القاعدة في الغارة الجوية التي استهدفت المنزل بعد تحليق طائرات أمريكية في سماء مدينة مأرب استمر لأيام. ويأتي مقتل القيادي في القاعدة التميمي بعد نحو شهر من مصرع أبرز خبراء المتفجرات في التنظيم القيادي المكنى حسان الحضرمي